هو العلاقة الوفاة. أولا السي أحمد بن يوب يعني كيعاني من المرض، يعني دار أربعة العام، يعني أربعة الكونسيرات اللي خدها، ورافقته أنا في هذه المحنة ديالو سواء هنا ولا في فرنسا. كانت العناية الملكية هي اللي صفطته باش يتعالج في فرنسا، وقاوم يعني أربعة ديال لي كونسير كلها قاومها، ولكن في الأخير يعني نهار الجسد ما بقاش قادر يستطاع في المقاومة. وهذه ماشي غريبة عليه، لأنه نحكي لك واحد حكاية وقعت له في الطفولة ديالو لما كان عنده 15 عام، كان في الثانوي، كانت ديك الإضرابات ديال الطلبة ديك الستينات أعتقد ولا بداية السبعينات، ورقاو عنده الحجر في الشكارة وخذوه للكوميسارية قال شي 4 أيام تماك. وكان داك الكوميسير صاحب با كان رجل التربية والتعليم ومعروف في مراكش، وكان مقاوم وكان وطني، وكان استقبلوا المرحوم بن يوسف وعينه في ديك اللجنة الثقافية. إوا على وجه با طلقوا، ولكن با ما باش ما رضالوش هذه القضية، قال له شرا له واحد الكومبينيزون ديال زرقاء وداو عند الميكانيسيان، قال له تعلم انت ما تقدرش تقرا. بقى عندك الميكانيسيان مده 5 شهور، وكان الطلبه ديك الساعه كانت اضرابات على اساس سنه بيضاء. عاوتاني قال لهم لا غادي نديروا امتحانات، الا جا عنده واحد صاحبه قال له راه غادي نديروا امتحانات نهار الفلان فلاني، مشى عند هذاك اللي كيخدم في البراج ما عرف قتل شي واحد من عائلته، مو ولا با راه عندنا الكنازه، ومشى دوز الامتحانات. شي نهار واحد داك المدير عيط لباه وما فخبروش، قال له مبارك مسعود سوقي راه دواز وراه نجاح وراه يستمر وغادي ينتقل للقسم الاخر. عيط له با قال له شحكي لي، قال له اشنو وقع اشنو وقع، قال له تبعني للسطح وجيب ديك الكومبونيزو، قال له شحال فيها العافيه، يذهب فانت من الطلقاء. ومن ذاك النهار قال لك خديت حريتي، ومشات عند جده من امو، هذه واحد السيده بنت عبد العزيز ولا عبد الرحيم حميده من رحمنا، يعني كان يعني تركم وداك الشيء وتبناها واحد جنرال كان كيخدم عنده، وتزوجات شي واحد من عنده، وكانت اول وحده كان لي ركبت البشكليته في 1910 ولا 1908، وسافرت في الباخره للجزائر كانت منفتحه وعاش معها وخدات عندها داك الانفتاح الى اخره، صبح حر ذاك الوقت. وتماك يعني قال لك ضربني الله استقطبني اليسار ودخل عاوتاني في داك الشيء ديال اليسار حتى تعتقل ومشى للسجن. تجربه الاعتقال راني دوزها مزيان، لان كانوا ذوك اليساريين كلهم وكانوا في السجن دايرين جوج فرق، فرقه مع الصحراء المغربيه وفرقه ضد الصحراء المغربيه، وكان من الفريق الذي كان مع الصحراء المغربيه 23 مارس، والاخرين كانوا كيديروا مناظرات في هذيك المسائل. المهم طلق سراحه، وكان من الناس اللي قرر انه يقرا في السجن، بدا في السجن انه بدا يدوز الامتحانات، خدا البكالوريا ودوز اعتقد 77 وطلق في 80 شي 5 سنين ولا شي حاجه هكاك اللي دوز. المهم جا وبدا كيتنقل داك الشيء منظمات لا سميتو اليسار عاوتاني هنا. قال له با واحد خطرة استدعاه با، كان ديك الساعه واقيلا في شي سميتو جيت بني ملال شي تماك مدير ديال شي مدرسه، وقال اش كيشرب معاه، قال لك اتاي، قال له باش كدير هاد التنقلات ديالو، هادي كندير السياسه. قال له شنو هي السياسه؟ قال لك ما قدرتش نجاوبو. قال له خذ قلم وورقه وكتب، السياسه علم ومعرفه ويجب ان تتقنها. وسميتو عندك باش تقنها، عندك اولا خصك تعرف على الناس الكبار ديال السياسه، ثانيا خصك تمارسها بمبادئ، ثالثا خص يكون دراعك قد فمك قد دراعك، هذه هي السياسه. وبدا كيطبق ديك الوصيه ديال با، علاش ديما عنده داك قد فمو قد دراعو، وانطلق. ايوا خدا التجربه في اليسار، ومن بعد لقى لي تغيرات المبادئ ديالو من بعد المؤتمر الاستثنائي ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، ان النضال الديمقراطي، وكان ديك الساعه من الذين يدعون داخل المنظمه خصنا نلتحقوا بالاتحاد. ايوا قصص كثيره، ايوا هذه الرحله راه كتبناها دوناها في هذيك المسائل، يعني ما خليناش. كان اولا بعدا كان تعرض للموت جوج المرات في هيئه الانصاف والمصالحه، كان غادي يموت فيها، كان شي خطره
مشى للعيون وجاو ركبوا في سميتو وجابهم السائق وتقلبت بهم سميتو في الشاطئ ديال هذا ديال الرباط. فاش قربوا يوصلوا كان انزلاق وتقربات يعني بقات مترو انهم يطيحوا في على الصخور تماك في البحر. كان طاحوا كل ما غادي يكون ميتو. عيط لي ديك الساعه في 6 ونص ديال الصباح، خرج هو من السياره وبدا كينقد هذوك اللي كانوا معاه، وقال لي صيفط لينا عيط ديك الساعه للبوليس. مشيت انا لقيت البوليس جاو قبل منهم. هذه الاولى. المساله الثانيه التعرض ديال الموت هو فاش مشينا الرحله للعيون انا وياه، وكيهضروا لنا على سمكو ديك في اطار هيئه الانصاف والمصالحه، كيهضروا لنا على سجن الكحل انه مزدحم وفيه سميتو هذوك البوليزار هما كيفرضوا الشروط ديالهم الى اخره. قلنا حنا واخا جينا في مهمه ديال الهيئه ولكن حنا اعضاء بجوج في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهذه اختصاصنا. وطلبنا من الرئيس فعلا، واتصلت انا بوزير العدل باش يعطينا سي بوزوبا، عطانا رخصه ودخلنا. انا حتى انا ضربني الله دخلت لهذيك فين الديرتوار فين كيناسو، شعرتهم كيطوقوني. وخرج لي واحد ديك الساعه يلا واحد اسبوع ولا خمس ايام قتل قاضي، هذا معتقل، قال لي انا اللي قتل القاضي، زعما حتى انت راك مهدد. وكان بغي نحاول نخرج وما كيطوقوني، حمد مطوقوني في الساحه ما عارفش، وخصني نبهو فوق ما بغيت نخرج كيجيو تيطوقوني. قلت انا خصني نهد الاعصاب، جبت ديك الشكاره ديما عندي واحد الشكاره وجبت واحد البرو كنت قلت له راه المطالب ديالكم. جلست بقيت كنسى داك الشيء كلشي غير باش نعاودهم. وخطره خطره تنقول اسي احمد اجي عاوتاني شجعت ومشيت بحال اللي بغيت مشيت نعيط له. وخلوني ديك الساعه خرج، قلت له جمع راسك راه سميتو. وديك الساعه كيجرو حنا كنجرو، وهذاك بعدا نصحنا المدير قال لنا ما تدخلوش، نصحونا الامن تماك ما تدخلوش. لقينا هذوك دايرين تيصنعوا الجناوه تماك، وكاين حيت تيجي الاكل كياخذوه هما شنو بغاو عاد تيخليو الاخرين. يعني واحد مأساه هذه حتى هي كان ايوا كان بزاف ديال الاوياء سميتو. درنا انا وياه اللي درنا ديك الرحله ديال الصحراء، وعاوتاني في لما مرض وبرا، جا داك الكونسول الاول والثاني وبرا، قال لي شوف انا دابا بريت واللي نقدني هي البلاد، وخصني نرد لها الصرف. انا غادي تمشي معايا للصحراء نديروا شي مركز تماك ديال سميتو، اول مركز في العالم العربي وفي محيط ميناء ديال التدريب على حقوق الانسان. قلت له غير برا ونمشي معاك. ففعلا برا والتزمت، مشينا خلقنا ذاك مركز النخيل اللي درنا فيه بزاف ديال الاشياء. اولا دربنا 500 اطار ديال الشرطه على حقوق الانسان تماك، وكانت ناجحه وختمناها هنا في المركز ديالهم هنا في القنيطره. وكانت واحد اليوم كبير فاش تزوج الشواهد بحيث ديك الساعه الاطور كلها دات سميتها، يقول لك دابا يجيو مبعوثين اللجان اللي بغاو، حنا نستعدوا عباد اللي كانوا كيضربوا هذوك الحوار. يعني كانت تجربه فعلا. وخرجت واحد الوثيقه مرجعيه ديال ديك الان كتوزع، ممكن توزع على الافارقه وعلى هذه المسائل ديال هذه يعني دارت فيها. ودرنا يد تماك جات كذلك كان ايضا، ومن تماك جاني الوحي ديال التجربه اللي حكينا فيها اشياء اللي ما كايناش في التقرير الختامي وما كيعرفوهاش بزاف ديال عباد الله. لان قلنا حنا مغاربه السياسيين والقادة ما كيكتبوش، وشحال من واحد كان في اللجنه بحال هذه ديال التعليم، هذه ديال الصحافه، وداك الشيء مشى. حنا على الاقل قلنا ندونوا، داز 10 سنين على الهيئه ما بقى حد يقول لنا راه كتخترقوا سميتو ديال السريه ولا. فكانت فعلا هذه القضيه. وتماك جاتني الفكره ديال رساله باريس ايضا اللي جمعتها، هذيك هذه من المحاسن ديالها. درنا رحله لدار بريشه انا وياه، يعني رحله ايضا سميتو المقابر الجماعيه في عده مناطق، يعني بزاف ديال الرحيات. وساهم ايضا مع الاخوان في الشمال على ديك القنابل الغازيه اللي كانت في حرب الريف، يعني قلت معهم واحد الفتره تماك ودير معهم واحد الشغال دون لهم هذيك الاشياء. بالاضافه لانه كان كيشتغل ايضا في المرصد الوطني ديال الطفوله اللي كترأسه الامير لامريم، كان كخبير وكمدرب وكموكوين، يعني عطى فيها حتى هو في هذا المجال هذه. وكان ايضا في الوطن العربي، مشى للعراق، مشى لعد الاكراد، مشى للسودان، مشى يعني
تونس، قلت في تونس شهرين ولا شحال باش ينقل لهم التجربه المغربيه ويبني لهم التجربه ديالهم. الفضل كيرجع فيه الشوقي. انا نقول لك انا كيفاش تعرفت عليه. انا دخلت في 2001، اختو كانت فوزيه اللي هي صحفيه، كانت جارتي، يعني كنسمع بسميتو بشوقي وكنت نتبع له حتى بعض المقالات الصحفيه، ولكن ما كانش اتصال مباشر نهائيا. فاش دخلت انا ديك الساعه كان واكب تزامن دخولي مع المؤتمر السادس ديال الاتحاد الاشتراكي. احد الاصدقاء عطاني واحد الدار في الدار البيضاء وجا عندي. ديك الساعه قال لي واحد القضيه، السي عبد الرحمن فاش دخل دار واحد التصريح، قال لنا هاد بودرقه سيلقح غابه الاتحاد. قال لي قال لك السي عبد الرحمن، ولكن انت غادي تلقح سميتو حقوق الانسان في المغرب. فتماك ارتبطنا انا وياه. ارتبطنا، كان اول لقاء ان نديروا واحد الندوه حول، داروها هنا حول الاختفاء القصري اعتقد اول ندوه. ودرنا واحد الغداء انا وياه والحلوي الله يرحمه وعبد الله الوادي، واتفقنا باش دار ندوه حول انتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان. ولكن قلنا تشارك فيها الجميع، مابقاش هالمنظمه بوحدها، هالجمعيه، هالمرصد، وهالمنتدى بوحدو، يكون فيها هادو كلهم وخلينا نتفقوا شنو اللي اتفقنا عليه. فعلا كانت هذه وكانت ناجحه، فكان الاتفاق كيشمل كل شيء الا نقطه واحده هي المساءله. قلنا بس هاد المساءله ما توقفناش، خليها تكون مركز بحث وحنا سميتو، ولكن خليونا ندعموا هذيك. فكان هذاك المساله اللي كانت، وجا المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ودار هو عمل المستحيل باش يكون عضو فيه في المجلس ديال المنظمه، كيبتل فيها المنظمه ديال المغربيه لحقوق الانسان. صافي، وانا كان ديك الساعه طلبوا مني باش نجي، ويعني اعتذرت لهم راك عارف، وعاوتاني تعينت سميتو، والتقينا في المجلس. ثم عاوتاني كملت المسيره، كنا ثم فين تفضلت العلاقه كثير، هو لما رفضوا لنا ديك الصيغه الاولى ديال هيئه الانصاف والمصالحه، لما جا وقال ما تدارش في المغرب، المغرب ما محتاجهاش، راك عارف التجربه. تما كلنا كنشتغلوا كننسقوا، حيت قبل ما نمشيو للاجتماع كننسقوا هاد المسائل، وكانت سميتو هكذا مشات المسائل حتى